تصرف لا يليق به كإنسان ولا برتبته، ومع هذا وصفه العراقيون بالمستفز. شخص بلباس مدني قيل أنه ضابط في السلك الأمني، ومن شدة امتعاضه وغضبه كاد أن يتسبب بكارثة في المنطقة التي يسكن فيها. فما هي القصة؟ منصات التواصل الاجتماعي ضجت بمقطع فيديو مصور يرصد حوارا ساخنا جرى بين موظفي دائرة الكهرباء وبين صاحب منزل سكني، وبعد ثوان فقط من الحوار سرعان ما انفعل الضابط وهو مالك المنزل، وبدأ بالاشتباك والعراك وشتم الموظفين. وماذا بعد؟ التفاصيل في الفيديو. انت تقيلي مجال مستعد حبيبي. لا شنو؟ والله على وجهه. دبر امورك. الهجوم على موظفي الكهرباء وضرب أحدهم أجلكم الله كما شاهدنا بالحذاء للأسف، والسبب هو قيام موظف الكهرباء بإزالته تجاوزا كهربائيا بالقانون من منزل الضابط دون أن يمهله. طبعا الحادثة وقعت في حي الرسالة السكني في محافظة البصرة، وفور انتشار مقطع الفيديو المصور الذي يظهر لحظة ضرب موظف الكهرباء حتى أحدثت تباينا في الآراء داخل الصفحات المحلية ومنصات السوشيال ميديا. ردود أفعال وتعليقات كثيرة وقفنا لكم على بعض منها أو على جانب منها، نبدأها مع علي فاخر الخميساوي. يقول علي فاخر: موظف الكهرباء خارج بدوام رسمي، فإذا صدق هذا ضابط يجب معاقبته وينال جزاء العادل بحقه حتى يكون عبرة لمن اعتبر. إذا رجل القانون هكذا يتصرف، الله يكون بعون البلد على هذه الفوضى. تعليق من مها عباس تقول: مها عباس هذا اسمه استهتار علني. وبالنسبة لموظف الكهرباء لم يزيل تجاوز، بل قطع الكهرباء عن دار أصولي بسبب أنه لم يستطع تسديد المبلغ العالي، وخاصة بوجود تسعيرة الكهرباء الجديدة وفي ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. هم زين طلع لك الضابط بحذاء مو بدبابة ويضحك أو تضحك. تعليق من محمد سالم: دفع رسوم الجباية حق شرعي وقانوني ويجب التعاون معهم، لكن تصرفات بعض موظفي الجباية ومعاملة المواطن كأنه مختلس ومجرم هذا غير شرعي ولا مقبول. مع العلم أموال وزارة الكهرباء منهوبة ومن سنين، فنتمنى تتعاونون ويا الناس لأنها تعبانة وجزعانة، ولا تخلون نفسكم بهيش مواقف. تعليق آخر من المحامي محمد عبد الحمزة: حقك مضمون قانونيا، لذلك قدم شكوى عليه وإنك موظف وتجاوز عليك أثناء عملك، ولا تتنازل عنه أبدا، وطالب بالتعويض المادي والمعنوي منه حتى يكون عبرة لمن اعتبر. أيضا هناك تعليق آخر من أسيل عدنان: الكهرباء تعبانة والأجور فاحشة كلها بوق، وفوق هذا كله يجيك أبو التجاوزات يقطع عليك وعلى عائلتك الكهرباء، ويجون مستهترين بدون سابق انذار. طبعا الناس تطلع من طورها، وبعدين هي الكهرباء وين حتى جاي تاخذ الأجور؟ يقول علاء أيضا على صادق: أكيد تصرف الضابط غير مقبول، فعزيزي الموظف اللي بالكهرباء هاي عليها حشم رفع الحذاء أجلكم الله، عيني هاي عليها مليونين في قانون العشائر، عوف القانون وسوي عبرة للجميع وتدلل، خلي العزيز بالخدمة.